مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. نحن الآن في السوق المركزي وسط مدينة تعز، كما نرى عودة نسبية للحياة في هذا السوق، عودة لدخول كبير للبضائع، للخضروات، للفواكه، بعد استطاعة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية فك الحصار جزئيا عن المدينة من الجهة الغربية، لكن لا زالت الأسعار مرتفعة نظرا للطرقات التي تمر بها هذه الفواكه والخضروات. أيضا لا زالت السيولة منعدمة لدى الأهالي والمواطنين هنا نظرا لعدم صرف الرواتب لاستمرار الحرب، استمرار المعارك، فانعدم أن استمرار الأعمال، استمرار الوظائف. سنناقش اليوم وسنستطلع آراء الأهالي المتواجدين في السوق والباعة حول ظروفهم المعيشية وظروف البيع والشراء في هذا السوق. أبدأ مع أحد المواطنين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إذا ماذا تفعل في هذا السوق؟ دخلت لأشتري بعض البضائع هنا، يعني نقول عن مدينة تعز بشكل خاص الميليشيات ما زالت تحكم الحصار، إلا أنه بدأ يفتك الحصار جزئيا. الآن البضاعة متوفرة، السيولة المادية غير متوفرة، والرواتب لم تصرف حتى الآن. كان قبل سنة ونصف تقريبا في هذا المكان، أو قبل أن تبدأ الحرب، هذا المكان مكتظ بالمواطنين، الناس يخرجون الى هذا السوق يشترون حاجاتهم الاساسيه. كان الان بدات تنتعش الحياه وبدا يفتك الحصار جزئيا. البضاعه موجوده لكن السيوله لم توجد، حاله الناس مزريه، ترجي الاوضاع مزريه، والميليشيات ما زالت تغلق المعابر بشكل مستمر. شكرا. دعونا ناخذ هنا الاسعار، نستطلع الاسعار. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال؟ ان شاء الله بخير. حياك الله. اذا سنسالك عن اسعار البضائع، مثلا هذا البرتقال، كم سعر البرتقال؟ كيلو 600. 600 ريال يعني دولارين، ما يعادل دولارين. هذا البرتقال دولارين. والتفاح؟ الكيلو 800. هذا البرتقال مصري. مصري وهذا يمني. سعدي مغربي. واليمني، البرتقال اليمني بكم الكيلو؟ 600 نفسه. 600 يعني دولارين. طيب التفاح كم سعر التفاح؟ هذا 700 وهنا 800. هذا دولارين ويعني دولارين تقريبا، وهذا دولارين ايضا. ايوه التفاح دولارين. اذا هذا افندي يوسف افندي او الافندي يوسفي بكم سعره؟ كم الكيلو؟ 500. الكيلو 500 يعني أيوة. دولار ونصف تقريبا، دولار ونصف. ايضا هذا سعر الفواكه. طيب هذا ايش معه؟ هذا عنبرود. عنبرود كم سعره؟ 1000 ريال. 1000 يعني دولارين، 3 دولار وشويه، 3 دولار. إذن أيضا هذه أسعار الفواكه كما نرى أسعار مرتفعة هنا. أسعار الخضروات مع هذا الطماطم الكيلو 2 ب 150. مع هذا الأخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله. حياك. إذن كيف البيع والشراء؟ والله الحمد لله السوق مع التزام الرواتب، النقد، السيولة، المواطن يعني يحس بهناك ترسب له يعني مقارنة في السابق. انت كيف البيع الشراء؟ تبيع كثير ولا قليل؟ الحمد لله يعني ماشي في احد تحسنات. كم الاسعار؟ تعال الاسعار. الطماطم كم الطماطم؟ الطماطم 200 ريال. 100 ريال يعني نصف دولار تقريبا، او اكثر من نصف دولار بقليل. اكثر من نصف دولار. ولا البطاط كم البطاط الكيلو؟ دولار كذا يقارب 300 دولار تقريبا. ايوه. ولا الليم الليم كذا خمس حبات ب 100 كذا يعني بالكيلو، كيلو دولار تقريبا. طيب ولا البسباس هذا الفلفل 300 الفلفل الاخضر دولار تقريبا. دولار. طيب البصل كم الكيلو البصل؟ 150 نصف دولار. نصف دولار. طيب يعني اقبال الناس على السوق بهذا بشكل يعني كيف الاقبال الناس؟ لا في اقبال، بس هناك طبيعي الاقبال وناس موجودين، عادت الحياه الى المدينه. طيب بالنسبه للقصف، المناطق جنبكم تقصف، كيف تتعاملوا مع الوضع؟ تقصف كذا كنا نتعامل، لانه لما تقدم المقاومه يعني القصف هنا يتخفف هناك بالحارات المقابله لخطوط التماس. يعني اذا تقدمت المقاومه يخف القصف، يخف القصف لوسط المدينه. الان قد المعارك بعيده، المعارك بعيده بعد الصاله، بعد العسكري، بعد الحمد لله. شكرا. كما يقول هنا الأهالي، كلما تقدمت المقاومة إلى مناطق على حدود المدينة تستمر الحركة هنا وتزيد الحركة، وبالتالي تزيد عملية البيع والشراء.
اذا اخذنا احد المواطنين انت مشتري او بائع؟ مشتري. ماذا تجسر انت؟ اشتري حاجات. ماذا اشتري؟ اشتريت وزيف وبسباس وحاجات يعني اشياء قليله. ايوه اشياء وزيف. كم معك؟ كم لديك يا اولاد؟ انا بنتين. يعني طفلتين. كيف الوضع؟ كيف تعيش؟ والله الوضع يعني واحد يقول الحمد لله. احيانا معاه انقطاع الرواتب هذا للموظفين ولا هذا، اما انا الحمد لله اشتغل يعني عامل حراسه. يقول الحمد لله، لكن صف لي وضعك يعني بصراحه. والله الوضع صعب احيانا، هذاك تشوفه يا شيخ، احيانا كل حاجه من الخارج بالفلوس ولا هذا ما تحصل مساعده الا قليل من المنظمات ومن شيء. اسال الله، الله يعين ان شاء الله. اين تسكن انت؟ انا اسكن دحين حاليا بحضر الشرف نازح، من النازحين. نازح، أين كنت من قبل؟ كنت في صالة وبعدين بالحوبان وبعدها رجعت هنا، هكذا الحال. يعني أنت الآن نازح، لديك طفلتين، ماذا تعمل؟ إيش عملك؟ أنا حراسة. تحرس؟ أحرس بالبنك الأهلي. البنك الأهلي شغال الآن؟ شغال تعمل. الحمد لله. شغال؟ إيه. شكرا جزيلا أيضا. نستمر بجولتنا هنا. ناخذ هذه الأم أيضا. تنزل. ترفض الحديث ايضا. ناخذ الاب. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كيف الحال ان شاء الله؟ الحمد لله. انت هنا بائع او مشتري؟ لا يعني ماش بائع مشتري. نعم. ما معك بالسوق؟ يعني لحم. لحم. انت تعمل ملحم؟ ايوه ملحم. ايش كنت تعمل السوق طيب؟ انت ما دور تشتري؟ لا على الاخر بدوره تتمشي بس. ايوه. اين تسكن؟ هنا عند سلامه بلقيس. هنا عند سلامه بلقيس. كيف الوضع؟ كيف الوضع؟ الوضع قوض من هذه الايام هذه. أنت الآن على الجزيرة مباشرة على الهواء، يعني أي رسالة تحب توجيها حول الوضع الإنساني في تعز؟ الوضع قد عند الناس كله، يعني هذا كل حاجة. أيضا هذا لا أنا ما نش حوثي. ما أنت حوثي أنت؟ أيضا تتكلم. أيضا ناخذ هذا البائع الذي. السلام عليكم. ما لك بعيد انت، ما نقدر نوصل لك. كيف الحال؟ تمام والله ما الحمد. كيف البيع الشراء؟ والله ما الحمد. وكيف الاسعار؟ اسعار غالي. اسعار غالي. طيب اقبال الناس على الشراء عندك؟ ضعيف. ما شو الاقبال ضعيف برايك؟ ما السبب؟ زياده السعر. ليش السعر زايد؟ السعر زايد من تبقى من ارتفاع السعر، صعب الدخول والخروج. والاسعار عندك نفس الاسعار؟ كم الكيلو التفاح؟ 800. انت زايد 100 ليش؟ صاحبك قال 700. بس هنا 7. هذا نوع ثاني؟ واحد 700 هذا الامريكي. هذا 700. هذا 800. طيب وهذه التفاح هذه ينفعك ايش؟ كيوي. هذه كيوي. كم الكيلو؟ 1000. الكيلو ب 1000 يعني 3 دولار وشويه. سعر الكيلو الكيوي ب 1000 ريال. ايضا ناخذ هنا نحن الان نتجول في السوق المركزي وسط المدينه. اخذ هنا الاخ. السلام عليكم. هذا النخلاني. انت ماذا تعمل هنا؟ انا سواق موتور. سواق دراجه ناريه. نعم. طيب اذا كيف الوضع؟ الحمد لله عايشين. الوضع في تعز تمام، ماشي الحال، كل شيء بخير. كيف انت تشوف الوضع الان؟ الوضع يعني الناس متأزمين بسبب الرواتب، لانه الان لهم 5 شهور ما فيش رواتب، فالبعض منهم الان معهم دراجات ناريه، والبعض منهم يتحمل، ومنهم الدكاتره والاساتذه والفنانين وكثير من الشخصيات التي معتمدين على الرواتب الان يعملون بدراجات ناريه ويتحملون ويسوقون حتى العربيات الجاري. يعني اساتذه دكاتره اصبحوا يشتغلوا بدراجات ناريه، لا رواتب لا عمل. نعم. كان الله في عونكم. كما قلت سائق الدراجات الناريه استاذ اصبح يعمل بدراجه ناريه نظرا لعدم وجود التسليم الرواتب. السيوله النقديه غير متواجدة. أيضا نأخذ هنا هذا الحاج الذي لا أدري. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما اشتريت اليوم؟ لا اشتريت ايش هذا؟ قات. اشتريت قات. مو معك بالسوق؟ ما هنا اشتغل بالسوق. أنت تشتغل بالسوق، ايش تبيع يعني؟ معك سيارة بس. معكم سيارة تشتغلوا بها هنا؟ أيوه.
كما نرى ايضا نتجول في هذا السوق. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. نحن من الجزيره مباشره الان على الهواء. نستطلع ارائكم يعني حول الوضع الانساني، وضعكم المعيشي. صراحه وضع نقول الحمد لله. نعم الكل يقول الحمد لله. على كل لكن حاجه. لكن يعني انت الان ماذا تشتري؟ ماذا تشتري؟ تشتري فواكه. تشتري فواكه. لديك اولاد انت فيه؟ معي بنت صغيرة. معك بنت صغيرة. ما ايش تشتغل؟ انا اشتغل ممرض مستشفى. ممرض مستشفى؟ الروضة. مستشفى الروضة. يعني مقارنة راتبك مع الوضع هنا، اسعار السلع كيف تشوف؟ صراحة ما فيش خرق يعني. ما هو خارج شغل خالص. ما فيش نهائيا يعني. ما الذي تتمناه انت للمستقبل؟ اتمنى ان الوضع يعني ترجع زي ما كانت. نتمنى الامان في البلاد هذه. والاسعار تنزل بشكل عام. بس مقارنة بالعام الماضي كان هذا السوق فارغا. كان فارغ اكيد. كيف تشوف الوضع؟ انا الحمد لله الوضع كل شيء تمام يعني متوفر، ولا اصبحت المدينة كلها حية الان. عادة الحياة. عادة الحياة للمدينة. عادة التجار، عادة كل حاجة. شكرا جزيلا. كما راينا مشاهدينا الكرام فعلا عادة الحياة نسبيا الى مدينة تعز بعد فك الحصار جزئيا ولو من الجهة الغربية، ايضا خروج المواجهات عن وسط المدينة وعن أطراف المدينة فأصبحت تدور بعيدا عن هذه المدينة رغم استمرار القصف إلى وسط المدينة. الأهالي هنا يحمدون الله، يتفاءلون بخير، يتمنون الأمان فقط وعودة الحياة إلى طبيعتها. مشاهدي الكرام وصلنا معكم إلى نهاية جولتنا في السوق المركزي وسط مدينة تعز. كنت أنا معكم هشام الجرادي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.